كلام كتير حصل في الفترة الأخيرة. تاو ماشي في يناير، تاو رايح الزمالك، تاو عرفت إن الزمالك خلاص خرج من الموضوع ده، تاو مش في أولوياته دلوقتي ومش في اهتماماته، تاو فعلا هيمشي من الأهلي في يناير؟ على حسب، خلينا نتكلم بمنتهى على حسب يعني. على طبعا. حسب إيه المطروح؟ شوف، هي إشكالية كبيرة بالنسبة للأهلي. أنا قلت لحضرتك مفاجأة الحلقة اللي فاتت. أيوه. وطبعا سعداء ان العديد من الصفحات والسوشيال ميديا تتناقل الاخبار اللي احنا بنقولها مع حضرتك الحمد لله في هذه النافذه المحترمه. لما قلنا مفاجاه انه تاو بياخد مليون و500 الف دولار وشويه، مكسر ده رقم ضخم. طبعا ففكره رحيل تاو هيبقى مشروط ببعض الامور سريعا كده. اولها هو مستوى تاو خلال الشهر اللي جاي، ما تستغربش من الكلام بالمناسبه اللي جاي. اوكي، اللي هو شهر 12. طبعا، لانه افرض تاو عمل حاجات مش موجوده في الكوره يعني، لسه مبوز يعني. لسه مبوز، لا انا اقصد حاجات ابداعيه. لو ابدع طبعا مش هتقدر تسيبه، فهتخلي الدنيا برضه هيكمل عقد رايحه جايه. الحاجه الثانيه انه في قرار بالرغبه في فسخ العقد، ده قرار شبه جماعي في الاهلي. اوكي، لكن عشان تفسخ العقد انت محتاج اكتر من 700 800 الف دولار. مظبوط، لو بقيت 6 شهور. مظبوط. طب بقول على شرط ليه وعلى حسب ليه؟ لانه ده كله متوقف على اللاعب الثاني الاجنبي. اللاعب الثاني الاجنبي، هو ده معناه ان الاهلي جاب لاعب اول اجنبي؟ اعتبر ده حصل. الثاني اللي هو بعد الفيرود. بالظبط كده. اعتبر ده حصل. اعتبر ده حصل؟ ايوه. في اثنين خلاص؟ انا بقول لحضرتك النهارده مجهز لك بعض الحاجات الجميله يعني. زي؟ بص، الاهلي بيتحرك في الصفقات من بدري شويه. من اول ما كابتن محمد رمضان مسك الملف. شهد النادي الاهلي اجتماع مطول، هو الاطول في الفتره الاخيره، ما بين يوم السبت اللي فات، ما بين لجنه الكوره بكامل تشكيلها بعد كابتن محمود الخطيب لمرور البعاقه الصحيه، ربنا يشفيه ان شاء الله. حضر الكابتن حسام غالي وبقاله في فتره ما كانش بيحضر، فحضر كابتن مختار مختار حضر، وكابتن زكريا ناصف، وكابتن محمد رمضان، كولر، وسامي قمصان. اجتماع موسع، ده الهيئه بالكامل بس في غياب الرئيس. في غياب كابتن محمود الخطيب، لكن طبعا في تواصل معاه بشكل مستمر. لكن الاجتماع الموسع ده هو في فيه انه كان طويل جدا، تلاقي اتطرحت بقى فيه كل حاجه. طبعا لعيبه كتيره جدا، والسكاوتنج عرض بعض اللعيبه، كابتن محمد رمضان عرض الوصول لبعض الموافقات المبدئيه من بعض اللعيبه. موافقات مبدئيه؟ ايوه، انا بقول لحضرتك بقى يعني ده وصل لمراحل متقدمه. بقول لك اخبار حقيقيه انه الاهلي استطلع اراء بعض اللعيبه الاجانب بالفعل، وحصل على موافقات مبدئيه، الموافقات المبدئيه تتحط على الترابيزه. وبرضه تم استعراض حالات الرفض. يعني ايه حالات الرفض؟ في لعيبه رفضت. اوكي. في لعيبه اجانب رفضت الخروج من اوروبا. منهم مش عايز يجي افريقيا. منهم لعيبه افارقه. لعيبه افارقه رفضت. لعيبه افارقه مش عايزه ترجع افريقيا. الاهلي بيتحرك في كام لعيب؟ حوالي 8 لعيبه. 8 لعيبه، يختار منهم 2. 8 لعيبه، لاعب واحد فقط داخل القاره. لاعب واحد فقط داخل القاره. داخل افريقيا. من مازيمبي؟ لا ما اعرفش منين. ما تعرفش منين؟ انا ما بكونش مش عارف حاجه، بقول مش عارف. اوكي. 8 لعيبه، في منهم افارقه ومن امريكا اللاتينيه. اوكي. الاهلي يعود للمدرسه اللاتينيه مره اخرى. ربما بقى يعود عشان الاجنحه شويه. ربما يكون ده. طيب اللعيبه الافارقه كم واحد منهم جوه القاره؟ واحد بس. واحد بس ده، واحد والباقي كله محترف بره، محترف في اوروبا. تم استطلاع اراهم بالفعل، وخد الاهلي موافقات مبدئيه منهم. اوكي. تم ترتيبهم. كولر في الاجتماع المطول ده رتبهم اولوياتي كذا وكذا وكذا، وترتيب كولر توافق مع نفس ترتيب لجنه الكوره. ده كويس جدا. اذا المرحله اللي جايه مرحله ماليه وفقط، تخليص وفقط. فبعض الجمهور ممكن يسمعنا، هل فعلا كده خلاص الاهلي مقرب؟ هي الفكره كلها دلوقتي في الفلوس، توفير الفلوس، العمله الصعبه اللي هتجيب بيها اللعيبه. ممكن الاهلي يكون موفر عمله صعبه دلوقتي، والاهلي شغال على الملف ده، مهندس خالد مرتجي امين الصندوق شغال على الملف ده جدا جدا جدا، وانا اعني الكلمه اللي هو توفير الفلوس عشان الصفقات. ولكن انا اقصد هنا بالفلوس فكره طلبات النادي الاخر، طلبات اللاعب طبعا اللي الاهلي بيتفاوض معاه. كل ده هيفرق شويه في فكره التفاوض من عدم. اذا انت بتكلمني في 2 من 8. طيب. هيجوا الاهلي. ايوه. طب الاثنين جم، اصبح ميرسي تاو بره. خلاص.
طب لاعب واحد فقط بريستو مكمل. ده معناه لحد قاعد دلوقتي بيسمعنا ده معناه ان خلاص معلول بخ. لسه اقول لك، طب انت وديت معلول فين؟ الحقيقه ان كل الاجتماعات الاخيره كلها في اطار ان معلول خارج الاهلي. كل الاجتماعات قولا واحدا، كل الاجتماعات الاخيره ان معلول كلها تسير في اتجاه تفعيل عقد شراء يحيى عطية الله، وبالتالي علي معلول هيرحل في يناير لانه مفيش مقعد للاجنبي في ظل اصرار كولر على ضم المهاجم الاجنبي والجناح الاجنبي. طيب كان في فكره واتطرحت بعض اللعيبه بعض الاسماء في فكره لاعب الوسط صانع الالعاب الصريح اللي هو البلاي ميكر بتاع زمان بقى. ايوه الفكره دي تم استبعادها مؤخرا لان الراجل مصر على الفرود والجناح.